الحمد لله خدنا بيها بلوكات كتير يعني. خدنا بيها بلوكات كتير. خلينا نستفيد في الإطار الفني مع كابتن ميدو مصلحي المدير الفني لفريق النادي الأهلي للكرة الطائرة. كابتن ميدو مساء الخير. نور يا كابتن خالد، ربنا يخليك، عامل ايه؟ الحمد لله، انت اخبارك ايه؟ قول لنا. الف مبروك على المباراة. زي الفل الحمد لله، والله يبارك فيك. الحمد لله، الله يكرمك كابتن ميدو. اكيد لازم هنسألك على المباراة، الإطار الفني، بس هنخش شوية في الشوط الثالث. الشوط الثالث ده هو كان شويه من وجهه نظري انا شخصيا، يعني حصل شويه نزول في المستوى لفريق النادي الاهلي في الشوط الثالث. عايزين نعرف ايه اللي حصل من حضرتك. مفيش، هو الشوط الاول والثاني كنا ماشيين كويس جدا. خلصنا وان سايد جيم يعني الشوط الاول والثاني. الشوط الثالث طبعا حبيت، طبعا متخيل ان انا بلعب 28 ماتش في 65 يوم او 66 يوم. من اول من بدايه دورات المجمعه طبعا كان حمل زياده كتير قوي على اللعيبه، فطبعا يعني طبيعي ان انا اريح بعض الناس. كنت عايز اريح عبد الله ورايح احمد صلاح ورايح عبو، فحصل شويه هبوط في المستوى زي ما انت قلت كده، بس الهبوط ده ما قلقنيش خالص. انت عارف اللعيب المصري الشوط الاول والثاني زي ما قلت لك خدنا باريحيه كبيره جدا. دي حقيقه، ريحتهم في الاستاد يبقى قليل قوي او ضعيف شويه، ما خليناش الاستقبال انك زي الشوط الاول والثاني. بس الحمد لله يعني نزلت الفرقه ثاني، مش الاساسي، او يعني انا الحمد لله عندي 14 زي بعض بالظبط. دي حقيقه، لكن نزلت اللي هم بداوا الجيم الاول والثاني، وخلصنا الجيم الرابع زي الاول والثاني بالظبط. كابتن ميدو، لازم تعمل روتيشن بين الفريق عشان تلاقي كل الفرقه لغايه توصل معاك للدور النهائي، مظبوط؟ تمام، هو ده الغرض يعني. ده الغرض اكيد. طيب قول لي يا كابتن ميدو، ضغط بالارسال من اول شوط، ضاغط عليهم بالارسال ما شاء الله، يعني كنت دايما بتقول لهم ضغط بالارسال وقدرت تخلص الجيم الاول زي ما حضرتك قلت، او الجيم الثاني 12 و17. الضغط بالارسال ده شيء مهم في الكره الطايره. تمام، هو ده اول ما الارسال ده في الشوط الثالث. طبعا الفرقه اللي قدامنا استبعدت كويس، ابتدت تعمل علينا شغل ثاني، بس الحمد لله. رايك النهارده عبد السلام علي رقم 17 في فريق الاهلي ليبيا عمل شويه ازعاج لحضرتك في المباراه النهارده، ولا قدرت تسيطر على الموقف النهارده معاه؟ لا، هو رقم 3 هو اللي كان 3 اللي هو المحترف. رقم 3 المحترف بتاعهم، هو اللعيب اللي كان مهم عندي. وكنا عاملين طبعا محاضره قبليها اللي هو اتجاهات ضربهم وكلهم يعني صراحه، والحمد لله يعني ان احنا برضو قدرنا نحسم يعني ان انا ما قلقتش خالص يعني، الحمد لله ما كانش فيه قلق خالص بالنسبه للشوط اللي ضاع ولا خالص خالص، ما كانش عندك اي قلق خالص بعد خساره الشوط، مطمن جدا ان انت ان شاء الله المباراه تعدي. لا، ما انا زعلان بس على ان اللعيبه استهونت بالخصم، مع اني كتير جدا جدا بنبه على المواضيع دي. اوعى تستهين باي خصم، لان اي حد ما فيش حاجه اسمها مكسب من غير عرق. اكيد كابتن ميدو، هو سؤال مهم، هو حضرتك قلت لهم ايه بعد الجيم الثالث لعيبه الاهلي؟ ما فيش مراكز ثانيه على الارسال، وهو الارسال مفتاح كبير جدا ليا، خصوصا ان عبد الله واحمد صلاح وحسام وكان سعيد معاهم. بنركز شويه في البلوك يعني، ما كانش فيه تعليمات زياده عن ان احنا نفس اللي عملناه في الجيم الاول والثاني هو اللي نعمله في الرابع، بس هو ده اللي حصل. وهو ده اللي حصل. طيب 65 يوم، 28 مباراه، عندنا يومين راحه، هنعمل ايه؟ استشفاء. يعني هم النهارده دخلوا استشفاء ثلج طبعا، لسه اللعيبه دلوقتي في الثلج حالا، لسه مخلصين، وان شاء الله في 5 6 لعيبه مش هيتمرنوا بكره الصبح، والباقي هيتمرن وتمرينه مسائيه هتبقى بعد الماتشات كده ان شاء الله لمده ساعه، وان شاء الله بعد بكره هيبقى في تمرينه واحده، وان شاء الله نخش على الماتشين اللي بعد كده ودور الثمانيه قبل ما ننهي ان شاء الله. لازم نستغل وجودك معانا، شايف الفرق اللي بتنافس النادي الاهلي في هذه البطوله؟ الفرق اللي بتنافسنا هي سموحه واستواحلي واهلي طرابلس، والنهارده فوجئنا بماتش برضو بين استواحلي والسجون الكيني كان 3-1، فرق الماتش كان مقفول، وغير فرق برضو فرقه ثانيه ممكنة خدمات الكيني، كل دي فرق ان شاء الله يعني كويسه، وغير طبعا فرق كريبيا الاربعه يعني. كابتن ميدو، بنقول لك الف مبروك على المباراه، مستنيين النجمه ال 14 منك. كابتن نور عطيه، عايز تقول له حاجه؟ كابتن مبروك يا كابتن ميدو. الله يبارك فيك كابتن نور، كابتني حبيبي، ربنا يخليك. بالتوفيق ان شاء الله، واللي جاي افضل ان شاء الله.
ان شاء الله ونهنيك بالبطوله باذن الله. كابتن ميدو بنشكرك شكرا جزيلا، بنقول لك الف مبروك انت وكتيبه الرجال اللي معاك في الكره الطايره، وان شاء الله كل الجماهير كلنا مستنيينكم تحاولوا تجيبوا ال 14